بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أرحب فيكم يا أخوان على تواجدكم وحضوركم في محاضرة اليوم أو ورشة اليوم. إحنا ما نبي نسميها محاضرة لأن هي مجرد مقتطفات بسيطة ومبادئ يعني بسيطة جدا للمدربين يمكن المبتدئين. فمن عنوانها هي مبادئ للتدريب، دمجنا بين التدريب العام وبين حراس المرمى، أنا وأخوي الكابتن سمير دشتي المحاضر في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الكويتي لكرة القدم. طبعا الكابتن سمير معانا موجود. كابتن سمير هلا محمد، الله يعطيك العافية. بس اضغط على الكاميرا. هذا محمد شوية. أوكي محمد، اشتغلت؟ لا أنا شغال عندي محمد. ايوه اوكي أين أوكي؟ طيب. فنقول بخصوص محاضرة اليوم، دمجنا احنا بين المدرب العام ومدرب حراس المرمى لأهمية دور الدمج بين المدرب وبين مدرب الحراس، ومن باب تغيير بعض الثقافات الموجودة أو المتراكمة في السابق اللي هي الفصل بين المدرب العام وبين مدرب الحراس، كأن يعني الطاقم منفصل إلى قسمين، قسم للتدريب اللاعبين وقسم لتدريب حراس المرمى، وهذا شيء أو من الأمور الخاطئة في التدريب من وجهة نظر الشخصية، وأعتقد يعني الجميع يتفق معي في هذا الأمر أن مدرب الحراس اليوم أصبح له دور مشترك مع المدرب العام. طبعا معنا الكابتن سمير دشتي، إذا تحب يعني تقول يعني بشكل سريع عن موضوع المحاور عشان أنا أبدأ في محاضرتي كمصطلحات، بعدين أنت تبدأ يعني من بعد المحاضرة أنت تبدأ في محاضرتك اللي هي حراس المرمى. نعم طبعا، كل الشكر وتقدير والاحترام لكم اخواني على مشاركتكم معنا اليوم بهذه الورشة، وكل الشكر ايضا لك اخوي كابتن محمد الفلشاوي على مجهودك طوال فترة اللي طافت. طبعا انا اليوم بتكلم عن اهمية التعامل مع حراس المرمى وطريقة التدريب وتوزيع الاحمال لهم من سن نقول البراعم لغاية الناشئين. يعني هذا اليوم أنا فكرة عندي راح أقدمها إن شاء الله لكم بشكل مختصر طبعاً. حلو، يعني احنا اليوم راح ندمج المحاضرتين. طبعا محاضرتي انا راح تكون عن مبادئ التدريب، اذا السلايد واضح عندكم يا اخوان او لا بس كتبوا لي. واضح ها السلايد؟ واضح. طبعا راح نبدأ اليوم يا اخوان في البداية، شنو هي صفات المدرب؟ شنو هي الصفات يا اخوان؟ ابي تكتبون لي، تكون في مشاركة. يعني طبعا راح دائما اعتمد على المشاركة في محاضرة اليوم. طبعا في بعض المدربين عارف شنو الامور، يعني انا قدامنا الاسماء في اساتذه ودكاتره كبار ومدربين يعني على مستوى جدا عالي. المحاضره طبعا هي قلت لكم هي للمبتدئين وللمبادئ. شنو هي صفات المدرب؟ اكتب صفه واحده بس، يعني بكلمه واحده، ما هي صفات المدرب؟
قيادة، مصداقية والأمانة، تاس، قائد. بعد شنو هي صفاته؟ ربي، طيب، أب، دراسة والعلم، مربي، معلم، شجاعة، سلطان، ممتاز، ملهم للاعبين. الله يا يعقوب، حلوة، مبتكر، حلو، قدوة. عبد الواحد يقول صبور، أخ كبير، ممتاز. طبيب ما ملم، ممكن في الإسعافات الأولية نقول. تدخل من باب الثقافة، تقدير الوقت، أوكي، صبور، صاحب علم وخبرات، أب للاعبين، كل المسؤولية عليه، أوكي، ملهم، الوفي بالوعود، أوكي، مشجع، محفز، موجه، يستفيد من كل ما حوله، محبوب، حلو محمد، حليم، صح، يشعرك بالطمأنينة، حلو، عادل، قدوة. شوفوا يا اخوان، كلكم اللي قاعد تقولونه هذا كله صحيح، كاريزما، شخصية. ما ادري وينها. طيب طبعا كل اللي قلتوه صحيح، كل اللي تفضلتوا فيه يا اخوان صحيح، قلنا معلم، اجتماعي، محلل، مربي، محفز، قائد، مثقف، تربوي، قدوة. دائما المدرب يا جماعة يا أخوان قدوة، دائما يكون قدوة حسنة، قدوة حسنة للاعبين. وينها؟ هذه من أهم الصفات، من أهم الصفات إنه يكون قدوة يا أخوان. أي نوع من المدربين تحب أنك تكون؟ رقم واحد ولا رقم اثنين؟ أنت أي نوع تحب تكون؟ يا اخوان اكتب الرقم وليش، ليش اخترت رقم واحد؟ طبعا اكثركم يبي رقم واحد، اكثر المدربين يختار رقم واحد، اختار هذا المدرب. شنو السبب، ليش اخترت رقم واحد ما اخترت رقم اثنين؟ طبعا انا موضح الصوره يا اخوان، انا موضح بالصوره الفئه، انا ما حطيت مدرب مع كبار ومدرب مع صغار، انا حطيت الفئه والفئه واضحه يا اخوان. يعني ما احتاج اني انا اقول لك مثلا مدرب البراعم كيف يريد ان يكون، انا اتكلم عن مبادئ التدريب، يعني اتكلم عن بدايتك في التدريب لما تمسك البراعم، لما تكون مع البراعم اي مدرب تحب تكون؟ سلام. لأن العمل دائما بالترغيب وليس بالترهيب، عشان يعطي اللاعب وهو مستمتع مش متخوف من المدرب. يا أخوان أبيكم تلاحظون ملاحظة يعني قدامكم من خلال الصور، لاحظوا حتى يعني نظرات اللاعبين اللي في رقم واحد، شوفوا نظرتهم، شوفوا نظرتهم، شوفوا نظرة اللاعبين، شوفوا النظرة مع الابتسامة، وشوفوا هني شكل الجسم في هذا اللاعب، شكل الجسم يعني حتى لغة الجسد هني، ما أدري واضح الماوس عندكم أو لا، شوفوا لغة الجسد، هذا لغة الجسد
يعني متحاشية مبتعد عن المدرب. هذه اللغة، شوفوا اللغة، لغة الجسد، مبتعد ما يبي يقرب. أنا ما لي شغل في طريقة المدرب وكان يعني يوبخ اللاعب. أنا شوف اللاعب هني بالنسبة لي هذا أهم، بالنسبة لي اللاعب غير متقبل، متخوف، في حاجز، في حاجز موجود هني بينه وبين المدرب. احنا هذا الحاجز لابد يعني ما يكون بيننا وبين اللاعبين. انا اتكلم عن البراعم، اللاعبين الصغار هني. شوف الرغبة في التعلم، في حب، في ألفة، في تقبل، كلنا ودنا نكون رقم واحد. ولكن في الواقع يا أخوان، في الواقع، في واقعنا، في بداياتنا في التدريب، والغالب فينا دائما قاعد نصير رقم اثنين. تتوقعون شنو الأسباب؟ شنو الأسباب إن إحنا ندخل في الخانة رقم اثنين؟ طبعا هذه الثقافة لابد إحنا ننقلها ونغيرها بنفس الوقت. احنا الهدف من هذه المحاضرة ومن هذه الورشة تغيير الأفكار. يا سلام عليك يا كابتن يعقوب، قلة الخبرة، قلة الخبرة، عدم الصبر على تطور اللاعبين، برافو عليك. بعد في نقطة، في نقطة ونقطة جدا مهمة، يمكن الأسباب مو منك أنت، يعني مو منك أنت كمدرب، ممكن الإدارة هي دخلتك في هذه الخانة. استعجال بالنتائج، برافو كابتن حمد، برافو. نتائج المباريات، الخوف من الكلام، مرات أنا خاف أخسر يتكلمون علي يقولون لي أنا مدرب مزين. دائما نربط عملنا وجودة العمل بالنتيجة، وهذا غير صحيح. خاصة أتكلم عن فئة البراعم، أتكلم عن الفئات السنية الصغيرة. دائما لا تربط نجاحك في البطولات، نصيحة يا أخوان، لا تربط نجاحك في البطولة. البطولة قد تكون جزء من النجاح، والجزء بسيط جدا وأسبابه كثيرة. ترى البطولات في المراحل السنية والبراعم أسبابه ترى كثيرة. ممكن يكون لاعب فارق كبنية جسمانية في الأمام، هو يفرق لك، يفرق على الفريق، على الفرق المنافسة، وتسجل أهداف كثيرة وتفوز. ممكن الفرق المنافسة عندها حارس مرمى قصير للغامة، تسجيل أهداف من بشكل يعني عشوائي وبعيد وتفوز. فالبطولات والنتائج ترى ما هي أسباب يعني رئيسية لنجاحك. النجاح ترى كلمة كبيرة بالنسبة للبراعم، النجاح كلمة كبيرة. لو تلاحظون في المراحل السنية من الفئة الأولى إلى الفريق الأول، من فئة البراعم الأولى إلى الفريق الأول، تبون تعرفون قياس النجاح؟ شوف كم لاعب وصل الفريق الأول من المراحل السنية الأولى إلى الفريق الأول. شوف كم لاعب وصل الفريق الأول، وقسها على ذلك، قس على ذلك البطولات. فنقول التكنيك، شنو معناه التكنيك يا أخوان؟ طبعا دائما هذا التعريف عندنا يعني لبس، تكنيك، مهارة، تكتيك. شنو الفرق بين التكنيك، شنو الفرق بين المهارة، شنو الفرق بين أيضا التكتيك؟
زين كابتن التكنيك مو نفس المهارة؟ أبي إجابات يا أخوان، شارك ولا راح أقول غلط أو صح. التكتيك هو تعليم مهارة معينة بطريقة سهلة. التكنيك الأداء بدون خصم، التكنيك بدون خصم، المهارة بوجود خصم. حلو، المهارة مع الخصم. ها يا أخوان شارك، أبي مشاركات. صح صح معاي، الأداء الفردي بمعزل عن التنافس. حلو، الأداء الفردي بمعزل عن التنافس، هذا التكنيك. حلو، تعليم المهارة بخطواتها الفنية. التكنيك هو طريقة. أوكي منو كوتش أحمد مصطفى؟ تكنيك لاعب زائد كرة، هو القدرة على أداء حركة معينة. فيصل، تكنيك انضباط اللاعب نفسه وكيفية التسليم والاستلام الجيد. المهارة لاعب زائد كرة زائد منافس، تطبيق مهارة معينة بالشخص الصحيح بدون منافس. أغلب إجاباتكم يا أخوان صحيحة، أغلب إجاباتكم يا أخوان صحيحة، بس نشوف التعريف. حبيت أني أنا يعني أبسط التعريف كثر ما أقدر للإخوان، لأن قلت لكم أنا الهدف أو الفئة المستهدفة من المحاضرة اللي هي يعني الإخوان المدربين اللي بدايتهم في التدريب، اللي ما عنده شهادة، يعني اللي ما عنده شهادة اللي بالدي والسي. كابتن أحمد قطب، يعني التعريف شوية في التعريف وايد، المصطلح اللي ذكرته تعريفه وايد يعني أكاديمي فعلا، بس احنا نحب نبسط الأمور مثل ما فضلت. ما هو خطأ، ولكن أنا حبيت أني أنا أبسط كثر ما أقدر عملية التعريف هذه لتكون واضحة على الميدان أكثر. التكنيك هو طريقة أداء الحركات الفنية. الحركات الفنية اللي أقصد فيها شنو؟ المهارات الأساسية، ونربطها بكلمة كيف، نربطها بكيف نؤدي المهارة بدون المنافس. يعني لما نشوف لاعب لعب تمريرة بشكل جيد، نقول هذا اللاعب تكنيكه عالي. شوف تكنيك اللاعب عالي، هذه الكلمات دائما نسمعها، تكنيك عالي. أما اللاعب اللي يؤدي مهارة يعني مثل هذه كصورة مبسطة، لاحظ أين اختزل التكنيك؟ في القدم. هذا التكنيك، شوف شكل القدم، شكل التمريرة وبدون منافس، شكل الجسم، هذا يسمى تكنيك. لاحظ المهارة هي مجموعة حركات، والقدرة على أداء المهارة المناسبة في الوقت والمكان المناسب، ونؤدي المهارة بوجود المنافس. واضح يا أخوان؟ هي حركات، مجموعة حركات. يعني شنو مجموعة حركات؟ في هذه الصورة اخترنا مهارة ضرب الكرة بالرأس، هي مجموعة حركات فيها قوة انفجارية اللي هو الجمب العالي، فيها شكل الجسم، فيها حجز، فيها توقيت. وبوجود منافس. واضح يا أخوان؟ واضح؟
التكنيك والمهارة علشان نقدر نطبقها نحتاج حركات أو خصائص حركية معينة اللي هي عناصر اللياقة البدنية. نحتاج التوافق، نحتاج توازن، نحتاج مرونة، نحتاج رشاقة والسرعة والقوة والتحمل. طبعا لكل مهارة ولكل تكنيك نحتاج عناصر اللياقة البدنية. ما أقدر أراوغ، ما أقدر يعني أعمل مهارة المراوغة بدون رشاقة وبدون مرونة وبدون سرعة ردة فعل. ما أقدر أعمل جمب لضرب الكرة بالرأس بدون قوة، بدون سرعة ردة فعل، سرعة اتخاذ قرار، توافق، التوازن. لما أنا أضرب الكرة بالرأس ما أحتاج أني أنزل، لما تنزل على الأرض تحتاج توازن. التحمل يا أخوان، الجري بالكرة لمسافات طويلة أحتاج تحمل، أحتاج سرعة، أحتاج قوة، قوة بدنية للالتحامات، ما حد راح يخليك تركض بروحك. توافق. لاحظوا يا أخوان، هذه العملية اللي أنا قاعد أقولها لكم الآن علشان نعرف أو نفهم لما ندرب مهارة معينة، لا قاعد تدخل معها خصائص بدنية. أنت مو قاعد تدرب مهارة التمرير فقط تمرير. قاعد تدخل خصائص بدنية اللي هي عناصر اللياقة البدنية مثل ما أنا كاتبها لكم الآن. فلما ندرب وأدمج بين العناصر اللي هي عناصر اللياقة البدنية وأدمجها مع المهارة، أنت قاعد تنمي عناصر اللياقة البدنية وكذلك المهارة اللي هي المهارات الأساسية. لما يجي مثلا أحد مثلا الأخوان أول ما يدرب يبي يعمل تدريبات بدون الكرة، أنا أقدر أدمج التدريبات اللي هي بدون الكرة مع الكرة في نفس التوقيت، والنماذج كثيرة طبعا. هذا بشكل سريع التكنيك هو طريقة أداء الحركات الفنية، ونربطها بكلمة كيف نؤدي المهارة وبدون منافس. المهارة هي مجموعة حركات والقدرة على أداء المهارة المناسبة اللي هي المهارة. شنو المهارات الأساسية؟ اللي هي التمرير، الجري بالكرة، المراوغة، ضرب الكرة بالرأس، التسديد في الوقت والمكان المناسب، ونؤدي المهارة بوجود المنافس. وعلشان أقدر أني أنا أطبق التكنيك والمهارة أحتاج إلى خصائص حركية اللي هي عناصر اللياقة البدنية كتوافق، توازن، المرونة والرشاقة وكذلك السرعة والقوة والتحمل. هذه عناصر اللياقة البدنية تقريبا كاملة. التكتيك، يمكن أنا ما حطيتك كشكل سؤال بس برد لكم هنا، شنو معنات التكتيك؟ شنو التكتيك يا أخو؟ ما هو تعريف التكتيك؟ يلا نكتب يا اخوان. طريقة لعب معينة. راح اقرأ، ها راح اقرأ اللي تكتبونه يا اخوان. نكتب، شارك يا اخوان شارك. التحركات الفردية والجماعية هجوميا ودفاعيا، اسلوب وضع الخطط المناسبة، تكتيك خاص بالمدرب، وضع خطة معينة، هي مجموعة تحركات بكرة وبدون كرة، استخدام لاعبين لطريقة لعب معينة، وقفة اللاعبين بالملعب هجوميا ودفاعيا. هو الأسلوب الذي ينتهج المدرب سواء هجوميا أو دفاعيا. أسلوب وفلسفة. بعد مهام المجموعة داخل الميدان، الشكل العام للفريق، الشكل العام للفريق. بعد
جملة الحركات الهجومية والدفاعية. بعد يا أخوان نكتب شاركوا شارك أسلوب اللعب، توزيع عناصر اللعب في الميدان، طريقة ومنهجية اللعب للوصول إلى مرمى المنافس. طريقة ومنهجية اللعب للوصول إلى مرمى المنافس. اللعب كمجموعة، حركات فردية أو جماعية لمهارة أو مهارات في حالة هجومية أو دفاعية. حلو. ببساطة طريقة اللعب المتبعة، أدوار اللاعبين داخل الملعب باللعب كمجموعة واحدة. أدوار اللاعبين داخل الملعب باللعب كمجموعة واحدة. بعد تكتيك، لما نسمع كلمة تكتيك، الخطط، أحمد قطب، الخطط والطريقة التي يلعب بها الفريق والتي تكون دائما محددة من طرف المدرب. محمد الجهني، هي جمل يؤديها الفريق على مستوى المجموعة أو الفرد سواء هجوم أو دفاع. كوتش أحمد مصطفى، هو تنفيذ التحركات في حالة الهجوم والدفاعية، إعطاء اللاعبين واجبات داخل الملعب. أتعامل مع منهجية التحول هجوميا ودفاعيا. أوكي. بعد توزيع المهام وطريقة لعب الفريق حسب قدرات الفريق. مجموعة من الخطط وطرق اللعب التي ينتهجها المدرب. طريقة وأسلوب اللعب المطلوبة من المدرب هي خطط تحديد أسلوب اللعب بواجبات دفاعية. التكتيك دائما متعلق باستراتيجية اللعب، طريقة لعب حسب إمكانية اللاعبين. أوكي، نشوف التعريف يا أخوان. طبعا أشكركم على المشاركة والتفاعل، جدا طيب. التكتيك بشكل مختصر جدا ومبسط هي مجموعة من التحركات وإجراءات. طبعا أنا دائما الشيء المهم أحطه في يعني في لون مختلف، هي إجراءات يقوم بها اللاعبين فردية أو جماعية، كانت هجوميا أو دفاعيا، سواء كان اللعب مفتوح أو كرات ثابتة. في بعض الزيادات، يعني طبعا في بعض المناهج اللي أخذوا السي والبي والاي وصاروا والبرو، دائما ما يذكرون هذا الجانب اللي هي الكرات الثابتة. أنا يمكن اللي تابعين البرنامج والورش والمحاضرات اللي عملناها، يمكن عملنا سلسلة في موضوع الكرات الثابتة. فلما نيجي نتكلم عن التكتيك، الكرات الثابتة من ضمن التكتيك، فما نهملها، هي إجراءات ولازم نحددها لأنها مهمة. فلما نذكر اللعب المفتوح والكرات الثابتة بكذي، احنا راح يعني نشمل التعريف بشكل كبير. الأخ يحيى، إذا كان التكتيك يخص الصغار فهو الانتقال من السؤال كيف تكنيكيا للتكتيك، أين ولماذا ومتى؟ مو واضح سؤالك، نكمل. شنو الفرق يا أخوان؟ ركز معي، نبي الفرق الحين بين طريقة اللعب، تشكيلة الفريق، أسلوب اللعب، واستراتيجية اللعب. أول شيء طريقة اللعب يا أخوان، شنو يعني طريقة اللعب؟ شنو نقصد في طريقة اللعب؟ ماذا نقصد في طريقة اللعب؟
وفي اللاعبين، الخطة المناسبة، طريقة التكتيك مثل 4-4-2، 4-5-1، 4-4-2، هجوميا، دفاعيا، الطريقة التي ينتهجها المدرب مثل 1-4-2-3-1. بعد يا أخوان، بعد اكتب اللي في بالك علشان الأفكار تتصحح. ما تنسى محطات تحضير اللعب، اكتب اللي تعرفه يا أخوان، اكتب اللي تعرفه. رقمية مثل 4-4-2، حلو. طريقة اللعب أو المصطلح الآخر اللي هو نظام اللعب اللي هو System of Play، نقول هي تلك الأرقام الثلاثة وأحيانا أربع أرقام التي تعبر عن خطوط الفريق، وهي على سبيل المثال 1-4-2-3-1 أو 4-3-3 مع إضافة الرقم واحد لحارس المرمى وخط الدفاع وخط الوسط. هي الأرقام يا أخوان، لما نقول طريقة اللعب اللي هي 4-4-2، 4-3-3، 4-5-1، 3-5-1، 4-2-3-1، هذه الأرقام اللي تعبر عن هذا الشكل اللي هو حارس المرمى، هذا الخط اللي هو خط الدفاع بأربع لاعبين كما هو واضح، 4-3-3، ثلاث لاعبين في وسط الملعب وثلاث لاعبين في الهجوم. هل هذه الطريقة يا أخوان متغيرة أو ثابتة طول المباراة؟ هذه الأرقام يا أخوان ثابتة من بداية المباراة إلى آخرها أم متغيرة؟ متغيرة. ممتاز ممتاز. برافو، على حسب الحالة الهجومية والدفاعية، هذه الكلمة اللي أنا كنت أنتظرها، على حسب حالة اللعب. أنت في الحالة الدفاعية ممكن تكون بطريقة أخرى، ممكن تكون 6 في الخط الخلفي خط الدفاع، ممكن 5، على حسب استراتيجيتك وأسلوبك في اللعب. ففي ارتباط بين طريقة اللعب وبين الأسلوب. دائما تكون متغيرة وليست ثابتة. دائما الخطوط الثلاثة هذه متغيرة على حسب حالة اللعب، هجومية أو دفاعية، على حسب نتيجة المباراة ايضا. طبعا نتيجه المباراه مرتبطه بشنو؟ في الحاله اللي انت تبيها، تبيها حاله هجوميه ولا تبيها حاله دفاعيه؟ انت خسران، ممكن تبي فريقك يكون في حاله هجوم، فراح تكون متغيره على حسب النتيجه ايضا اللي هي الحاله. تشكيله الفريق سريعا سريعا يا اخوان، يلا تشكيله الفريق شنو؟ شنو معنات التشكيله؟ لما نقول طبعا دائما من الاخطاء الشائعه نقول التشكيله 4-4-2، التشكيله 3-5-2، دائما التشكيله بعد تحديد الطريقه. يعني نقول اليوم راح نلعب طريقه 4-4-2، التشكيلة هي الأسماء، أسماء اللاعبين، هذه تسمى تشكيلة الفريق، تشكيلة أتلتيكو مدريد. تشكيلتك كمدرب لهذه المباراة تكون الأسماء 11 لاعب، أو إذا أنت مهرجانات في البراعم مثلا 7 لاعبين، 7 لاعبين، هذه التشكيلة.
أما طريقتك اللي هي 4-5-1 4-3-3 هذه طريقة اللعب، فنحفظها كذلك. طريقة اللعب أرقام اللي هي أرقام المراكز، التشكيلة اللي هي الأسماء بعد اختيار طريقة اللعب. برافو. أسلوب اللعب سريعا، أسلوب اللعب يا أخوان، اخترنا طريقة اللعب 4-4-2، اخترنا التشكيلة، الأسلوب. هما سبعة أنواع يا أخوان الأسلوب. استحواذ، اللعب المباشر، هذا هو الأساليب، أساليب اللعب، أسلوب اللعب المباشر، اللعب الغير مباشر، الاستحواذ، اللعب الفردي اللي هو سولو بلاي، الضغط العالي، الضغط المنخفض. طبعا الضغط المنخفض يدخل معاه بشكل جزئي الضغط المتوسط، الهجوم المرتد أو الهجمة المرتدة. طبعا هو كانوا في المناهج، طبعا هو ما هو قرآن، في المناهج يعلم 6 أساليب. في بعض المدارس في أوروبا تدخل الهجوم المرتد الكونتر أتاك في الأسلوب، خاصة في الكرة الحديثة الآن أصبح الهجوم الهجمة المرتدة أسلوب لعب للكثير من الفرق، يعمل كومباكت ديفنس ومن ثم الهجوم الكونتر أتاك. يعني مثلا أتلتيكو مدريد مثل ما تكلمنا يعني قبل شوي، في موضوع الطريقة التشكيلة والأسلوب وطريقة اللعب. الاستراتيجية، ما راح أغير السلايد إلا لما أشوف الإجابات يا أخوان. الاستراتيجية شنو معنات استراتيجية اللعب؟ هذا التعريف جدا مهم يا اخوان، جدا مهم. استراتيجية اللعب شنو يعني استراتيجية؟ نسمع استراتيجية، نسمع كلمة استراتيجية، ولكن شنو هي؟ السبع حالات اللي هي اللعب المباشر واللعب غير مباشر، الاستحواذ، اللعب الفردي، الضغط العالي، الضغط المنخفض، والهجوم المرتد. المنهجية العامة للوصول للهدف. كابتن عبد الله، ممتاز. الخطط البديلة، الاستراتيجية، هدف ومجموعة من الأهداف والقرارات المحددة والمدونة، هي أسلوب متبع من قبل المدرب. الخطط العامة التي توضع لتحقيق هدف معين. كيف راح تبدأ المباراة؟ حلو، هي الخطة العامة التي ينتهجها المدرب لتحقيق أهداف. حلو، التي تعمله تعين نقاط معينة داخل الملعب. حلو، استراتيجية هي النهج، هي النهج سواء هجومي أو دفاعي حسب الفريق المنافس، التكتيك الدفاعي والهجومي. طبعا أنا قاعد أقرأ مشاركاتكم ومستمتع في النشاط، هو النشاط الموجه، نشاط موجه. أوكي يا أخوان، كلمة استراتيجية طبعا هي مأخوذة من الأسلوب العسكري، مأخوذة من الأسلوب العسكري كلمة استراتيجية. ومن ثم يعني هذه الكلمة ادخلت في التنمية والتطوير والتخطيط للمناهج، للمشاريع، صارت
من ضمن الخطط كلمة الاستراتيجية ادخلت في المجال العام بعيدا عن المجال العسكري، فتم توظيف هذه الكلمة في هذا المجال اللي هو مجال اللي احنا نتكلم فيه كرة القدم. فلخصنا هذا الأمر في عدة تعاريف، هي الخطة العامة التي شنو توضع لتحقيق هدف معين، هذا تعريف. التعريف الثاني مجموعة من الأساسيات أنا أبيك تتخيلها في كرة القدم. الحين خل مخيلتك في كرة القدم، لما نقول مجموعة من الأساسيات المتعلقة في تطبيق الأفكار، الأفكار أفكار منه اللي هو المدرب، والتي يتم وفقا لها اختيار القرارات الفعالة وفقا للخطط المتبعة من قبل المدرب، والتنفيذ من قبل اللاعبين سواء كانت هجوميا أو دفاعيا أو لحظة التحولات. يعني أساسيات متعلقة واضحة، الأساسيات شنو؟ في أساسيات، في هجوم، في دفاع، في مهام بالنسبة للاعبين، هذه تعتبر استراتيجية. شنو يعني المهام؟ مثلا نقول الضغط، الضغط، أو ناخذ مثال ثاني كأتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد استراتيجيته واضحة، دفاع متكتل، كسب الكرة، انتقال سريع، كهجوم مرتد. صح كلامي ولا خطأ؟ أتلتيكو مدريد دائما يعتمد على الدفاع المتكتل، التراجع في مناطقه، لحظة كسب الكرة، تحول سريع، كهجوم مرتد، أو لعب مباشر الوصول للمرمى بأقل عدد من التمريرات. تتفقون معايا أو تختلفون؟ نتفق. فنقول أن استراتيجية اللعب بالنسبة لأتلتيكو مدريد، استراتيجية اللعب بالنسبة لأتلتيكو مدريد شنو هي؟ شنو هي استراتيجيته؟ في أفكار بالنسبة للمدرب اللي هو سيميوني، صحيح؟ هي أفكار دفاعية، أفكار دفاعية بأهداف هجومية، أفكار دفاعية لأهداف هجومية. أهداف يعني أوامر، أساسيات، ترى يعني يفكر بالهجوم، مش ناسي موضوع الهجوم. يعني حتى الإخوان اللي يقولون مثلا، في وايد نسمع كلمة مورينيو مدرب دفاعي، نسمعها وايد خاصة في الإعلام يعني، ومع الأسف المدربين انجروا في مع هذه الكلمة. إنزين، طيب مدرب دفاعي مع ريال مدريد يسجل 101 هدف كأعلى نسبة أهداف، حدث العاقل بما يعقل. أنا ما بأتجادل في هذا الأمر، ولكن يعني ما يدخل العقل كلمة دفاعي، كلمة يعني كأن يعني اتهام، اتهام يعني كأن تقليل من هذا الجانب. هذه استراتيجية، أنا أدافع لحماية مرماي لا يسجل علي هدف بأفكار هجومية. أنا أفكر في الهجوم، ما في فريق يفكر في الدفاع من أجل الدفاع فقط لا غير. حالات اللعب كل الفرق تعتمد على حالات اللعب كلها، اللي هي الهجوم، الدفاع، التحولات، والكرات الثابتة. اليونان حقق بطولة أوروبا
بأفكار دفاعية. هل نقدر نقلل من هذا الجانب؟ ما نقدر. التعريف الثالث، آسف على الإطالة يا أخوان، بس لأن هذا الموضوع وايد مهم وفي عندنا قصور في موضوع هذا التعريف، عبارة عن مجموعة من الطرق والأساليب والمناهج المنظمة التي يتم السير التي تتم السير وفقا لها من أجل الوصول لما هو مطلوب في الوقت المحدد في ضوء الإمكانيات المتوفرة. أنا إمكانيات فريقي تحتم علي أني أنا ما أستحوذ، اللي أنا أدافع وألعب بالهجوم المرتد، هذه إمكانيات فريقي. أنا أعمل أسلوب وأدرب فريقي على حسب الإمكانيات الموجودة. فريقي ما يوجد الاستحواذ، ما أدرب استحواذ 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 وإيه في المباراة ألعب لعب مباشر. في التمرين، التمرين مختلف عن المباراة. لما تحضر أي تمرين عند أي مدرب تشوف تمرين استحواذ طول الأسبوع، بس لما تيجي يوم المباراة ما تشوف يستحوذ ثلاث باصات على بعض، ما يلعب كله لعب مباشر. هل هذا درب على وفق الإمكانيات ولا غير؟ أنت تدرب في التدريب بناء من الخلف، لما تيجي في المباراة تلعب لعب مباشر وانت ما علمت اللعب المباشر. هني في قصور، لان اللعب المباشر من حارس المرمى في ابجديات. لما انا العب اللعب المباشر اللي حضروا معنا في سلسله الكرات الثابته وضحنا شنو هي الاستراتيجيه، توجيه الفريق في جهه معينه، الكره الاولى والثانيه دائما تكون لي، واللاعب الثالث الذي يتحرك بدون كره. في نقاط فنية اللعب المباشر وليس عشوائي، لأن أمر مرتب أمر منظم. أما الارتجال يعني يؤدي إلى الفوضى. شنو الفرق بين الاستراتيجية والتكتيك؟ الاستراتيجية لنتائج مستقبلية، يعني كلمة استراتيجية ترى تنقسم إلى نوعين، ممكن تكون نتائجها مع التكتيك حالية، وممكن تكون لنتائج مستقبلية. أنا أضع استراتيجية عامة للفريق، إحنا استراتيجيتنا بداية الموسم نضعها للفريق، إحنا هدفنا مثلا الهدف، هدف الفريق مرتبط بالاستراتيجية. ليش؟ لأنك لما تضع الخطة العامة للفريق والهدف، هدف النادي البقاء مثلا، البقاء في الدوري الممتاز، إذا كان الهدف البقاء راح يكون في عمل واستراتيجية للفريق في مواجهة الفرق. هذه استراتيجية لها أهداف عامة، فلما نضع الاستراتيجية العامة هذه من خلال جدول المباريات، كل مباراة راح يكون لها تكتيك واستراتيجية خاصة. يعني نقول استراتيجية عامة واستراتيجية خاصة. التكتيك نتائجها حالية، ممكن أنا أباري الفريق الأول في الترتيب بتكتيك مختلف عن لما أباري الفريق اللي مثلا بنفس مستواي أو أقل مني مستوى، تكتيك يختلف والاستراتيجية أيضا تختلف، فهذه استراتيجيتها خاصة. الاستراتيجية العامة اللي هي بداية الموسم من ضمن الأهداف اللي هي أهداف الفريق. هذا التحليل يا أخوان المربع اللي هو تحويل السوات، نقول عوامل القوة وعوامل الضعف، التهديدات والفرص المتاحة. هذا التحليل مرتبط في الاستراتيجية، هذا التحليل مرتبط في الاستراتيجية. شنو معنات هذا يا كابتن؟ نقاط القوة
هي إمكانيات داخلية تساعدك على استغلال الفرص المتاحة والممكنة على التصدي للتهديدات. شنو يعني؟ أنا ماني فاهم. أي أضع نقاط قوة فريقي في هذه المباراة. خلينا نضرب أمثلة، أوكي؟ علشان نوضح الصورة بشكل أكثر. وهذا نهاية السلايد، يعني هذا ختام موضوع الاستراتيجية، وراح ألجأ للأسئلة. نقاط القوة، نقول اليوم تكلمنا وايد عن أتلتيكو مدريد، نتكلم عن أتلتيكو مدريد كمثال عالمي واضح علشان توضح الصورة. كمثال أتلتيكو مدريد، شنو نقاط القوة عنده؟ نقاط قوة الفريق، نكتب يا أخوان نقاط القوة بالنسبة لأتلتيكو مدريد. شنو قوته؟ القوة اللي يمتلكها، نقاط القوة بالنسبة لأتلتيكو شنو يا أخوان؟ المرتدة، الهجمة المرتدة السريعة، تاز، القوة البدنية، الالتحامات، الانضباط التكتيكي يا أخوان، انضباط، فريق منضبط تكتيكيا. ما تنحط من نقاط القوة الافتكاك السريع بعد، الضغط في منتصف الملعب بعد، محاولة الكرة، قوة بدنية والتحول السريع، ممتاز. نقاط قوة كثيرة صحيح، الجميع يلعب بفكر واحد ودقيق، حلو. انزين، نقاط الضعف بالنسبة لأتلتيكو مدريد شنو هي؟ أنا الحين قاعد أتكلم أتلتيكو مدريد كأن فريقنا، ها؟ نقاط الضعف لفريقي شنو؟ كثرة الأخطاء، يا سلام عليك، منو اللي قال؟ كابتن حمد، ممتاز. كثرة الأخطاء يعني راح يسوي فاولات كثير، الاستفزاز، الزيادة العددية قليلة، لا، خط الهجوم، كارثة الانذارات، هذه كثرة الأخطاء. يا أخوان مرات التكتل الدفاعي بالنسبة لأتلتيكو مدريد يسبب مشكلة، يعطيك فراغات خاصة على الأطراف. يا سلام عليك، يا سلام محمد الجهني، الأطراف، ممتاز، الأطراف وعدم الاستحواذ، لا، تنظيم دفاعي عالي قوة بالنسبة لهم. يعقوب، بالعكس، لا، تنظيم دفاعي قوة، هم مميزة، ما يميزهم التنظيم الدفاعي. تسليم الثلث الأول، برافو، فقدان التركيز آخر المباراة، يا سلام عليك، شوف التركيز. انزين، نكمل، نقاط كثيرة. انت الحين قاعد تكتب شنو بالنسبة لفريقك، ها؟ احنا لما تيجي تكتب هذه النقاط كأنك قاعد تحلل فريقك، ركز معايا. احنا الحين قلنا فريقنا أتلتيكو مدريد، المخاطر والمعوقات، شنو هي المخاطر اللي تصير، اللي قد يعني تواجهنا من هذا الفريق؟ المخاطر يا اخوان، يعني في ظروف ممكن انت تواجهك تمنعك من تنفيذ اللي تبي. في ظروف، ايوه، الطرد، يا سلام يا سلام، الكروت والطرد، احتمالية الطرد، سلام عليكم، برافو. ممكن، لأن الإصابات من خلال الالتحامات، فلازم يكون عندي بديل. في نقطة مهمة يا أخوان، يا سلام عليك، مواجهة اللاعب المهاري الذي يملك التكنيك العالي، الله عليك، تبديل الاضطراري، برافو، استقبال هدف، لازم في عندي أنا استراتيجية، خطة بديلة، بلان بي، عدم التركيز، حلو. شوف النقاط، الحين كتبنا 6 نقاط تقريبا، ها. انزين، الفرص المتاحة،
الفرص المتاحه ذات ظروف تاثير ايجابي، في ظروف متاحه، في فرص بالنسبه لنا قد تعطينا قوه. مثل شنو؟ الجمهور يا اخوان، الجمهور هل هو يعتبر فرصه متاحه بالنسبه لفريق؟ السلام عليك الملعب. اذا كنت انت بملعبك، اذا ما كنت بملعبك، هل هذه تعتبر مخاطر؟ ممكن يكون مثلا انا كاتلتيكو مدريد بلعب بليفربول، ممكن يكون بالنسبه لي خطر، ها، من المخاطر، لان ملعب صعب، تسجيل هدف من بدايه المباراه. فهذه الحين النقاط اللي احنا سجلناها يا اخوان، برافو، هذه النقاط وهذا النظام يا اخوان بهالمربع بهذا الشكل، لما يكون عندنا، اذا واضح عندكم او لا، واضح واضح، اوكي، مربع، تكتب النقاط هذه، هذه سواء تكتبها لفريقك او تكتبها للفريق المنافس، انت في الحالتين قاعد تخطط وتعمل استراتيجيه لمواجهه هذا الفريق او مواجهه هذا المنافس. اذا انت عرفت النقاط هذه الاربعه وعرفت شلون توظفها، طبعا توظفها مو قبل المباراه بيوم، هذه ما بعد المباراه مباشره، انت خلصت مباراه راح تنتقل في اسبوع كامل راح تواجه فريق، انت هني كاتب النقاط هذه كامله عن الفريق المنافس، لان هذه النقاط راح تنعكس على وين؟ على تدريبك، سواء هل نركز على نقاط القوة، نقلل نقاط الضعف من خلال التركيز على هذه الجوانب، الفرص المتاحة، المخاطر والمعوقات، هذه كلها ممكن المخاطر والمعوقات تكون عن طريق المحاضرات يا أخوان، أي أحفز لاعبيني، أي أقول لهم لا، يعني لا، الجوانب الذهنية، لا تخاف، لا يعني لا تحاتي الملعب، لا تخاف من الأخطاء، اغلط ما عندي مشكلة، تعطيه دائما الجوانب الذهنية والجوانب النفسية، دائما تلعب في المخاطر والمعوقات، لأنها ظروف خارجة عن الإرادة، خارجة عن إرادتك أنت كمدرب، مرات يكون الجو من المخاطر، الطقس، تذكرون مباراة ريال مدريد زيدان مع فولفسبورغ، تذكرون شنو سووا؟ كانوا خسرانين في ألمانيا يو في إسبانيا، تذكرون شنو سووا؟ صغر الملعب، صغر الملعب أو كبر الملعب، ما أذكر كبر أو صغر ما أذكر، بس المهم تعامل مع الملعب، يا كبر الملعب يا صغره، فهو صغر الملعب وكبره، بس في ضمن القانون، ها، في ضمن القانون استخدم أقصى شيء أو أدنى شيء. أذكر أنا في المباراة هذه تعامل مع خطوط الملعب زيدان لأسباب تكتيكية، هذا من الفرص المتاحة بالنسبة لي كملعب، فوظفها في أمور استراتيجية في التكتيك. أترك المجال لكم يا أخوان بالنسبة للأسئلة، احنا بكذي يعني خلصنا الجزء الأول من المحاضرة، نعطي الأسئلة لكم يا أخوان، اللي عنده سؤال يرفع إيده. اللي عنده سؤال يا أخوان، اللي حاب يسأل ممكن المشاركة تكون عن طريق رفع اليد. تفضل كابتن عبد الواحد، عندك سؤال مهم لو تكرم، كيف تحضر، كيف تحضر السوات للفريق المنافس الذي لا تعرفه؟ شوف كابتن عبد الواحد، فريق انت بالنسبه لك مجهول، دائما تعمل على نقاط القوه بالنسبه لك، اذا انت فريق مجهول بالنسبه لك في معوقات، في معوقات، ولكن انت هنا تشتغل على قوتك، انت قوه فريقك، نقاط ضعفك، كثر ما تقدر انك انت تحاول معالجه نقاط الضعف،
انا ما راح اقول لك انك انت راح تقدر تصلحها في اسبوع، ولكن هذه عملية مترتبة. يا اخوان انا اتمنى السؤال يكون موجه بالصوت افضل، اللي يبي يسأل يرفع ايده او يضيف، اذا عندك جوانب ممكن تضيفها للمحاضرة. بالعكس المجال جدا مفتوح للجميع. كابتن محمد الجهني، شنو الفرق بين منهجية المدرب ومنهجية الفريق؟ شوف يا كابتن، منهجية المدرب ومنهجية الفريق تقريبا هي واحدة، لأن المدرب راح يضع أفكاره لهذا الفريق، ما راح تضع أفكارك لفريق يعني فريق غير فريقك، فالمنهجية راح تكون واحدة. ولكن ممكن يكون المدرب، ممكن يكون منهجية أو أفكار المدرب مو يعني ما تناسب أفكار أو منهجية الفريق أو إمكانيات اللاعبين، وهذه من بعض المشاكل اللي يواجهها يعني المدربين في التعامل مع بعض الفرق. فلا بد أن المدرب يتعامل مع إمكانيات الفريق الموجودة ويضع المنهجية المناسبة لهذه الإمكانيات والفريق. هل يمكن شرح استراتيجية للاعبين والطاقم الفني؟ طبعا تشرح لهم استراتيجيتك، لأن المدرب واللاعبين والإدارة أيضا أنتوا في قارب واحد، فلا بد الاستراتيجية تكون واضحة للجميع. شوف يا كابتن، ممكن تكون الإدارة لها أهداف وأنت مطالب أنك تحقق أهداف الإدارة كمدرب، ولكن أنت كمدرب عندك طموح آخر. ممكن أنت مع اللاعبين تكون لكم استراتيجية خاصة ما تخرج عن استراتيجية النادي. يعني أنت تشوف مثلا بعض الإدارات تطلب منك كابتن إحنا ما نبي نتائج، ما نبي بطولات حتى على مستوى الفريق الأول أو المراحل الفئات السنية. كابتن إحنا ما نبي، نبي أهم شيء ما نبي انسحابات، ما نبي مشاكل، مشي الليلة كابتن، يعني أهم شيء إن الأمور تكون طيبة وبخير. هذه بعض الإدارات ترى تطلب منك، هذا من واقع عملي أنا أتكلم، ما مش من الكتب. أنت كمدرب عارف إمكانيات اللاعبين وعارف إن عندك إمكانيات جيدة، هل استراتيجيتك راح تمشي على هذا المنهج؟ نعم راح تمشي على نفس المنهج، ولكن بطموح أكبر. الفريق عنده إمكانية، فأنت تعمل على طموح وإمكانيات الفريق. هل السفر قبل وقت المباراة بمدة طويلة تدخل في الاستراتيجية للفريق؟ ممكن تدخل في الاستراتيجية من ضمن الخطة، من ضمن يدخل في ضمن وإطار التأقلم أو التكيف. أنت راح تعمل تكيف للفريق. اليابان يسافر من قبلها بأربع خمسة أيام أسبوع، ليش؟ ليعمل تكيف للفريق. تفضل كابتن عبد الله. تفضل كابتن عبد الله. تفضل كابتن عبد الله، اسمعك. عبد الله خلاوي، ها؟ ما في صوت عندك، يمكن عندك مشكلة بالمايك. تسمعني أو لا؟ طيب نكمل أسئلتكم يا أخوان. قلنا السفر، جاوبنا على السؤال. الطريقة التي يتفق عليها جميع المدربين هي الأفضل. أحمد نوفل، مو واضح سؤالك. مو واضح سؤالك كابتن أحمد نوفل، لو توضحه أفضل. تفضل كابتن عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. كابتن عندي سؤال بس، اللي هو ما هو السبب الحقيقي أو المؤثر في خروج اللاعبين عن سيطرة اللعب في نهاية المباراة وخسارتهم؟
احيانا يكون الفريق مسيطر وماسك المباراه وقد يكون متقدم بهدف او بهدفين الى اخر المباراه. تنقلب النتيجه سبحان الله, تنقلب النتيجه ولا نعرف ما هو السبب. اذا كان تقدر تفيدني يا كابتن. طيب واضح. شوف يا كابتن, ممكن الاسباب ما تكون, يعني ما يكون سبب مباشر, ممكن الاسباب تكون ذهنيه, ممكن, والذهني الجانب الذهني مرتبط باللياقه البدنيه. ممكن يكون خطا فني, خطا من شخصي من المدافع. فالاسباب كثيره في هذا, في هذا التوقيت بالذات. انت لاحظ الخطا اللي صار شنو, هل هو يعني هل هو خمول, هل هو عدم تركيز, هني انت تربط السبب. واضحه كابتن عبد الله؟ واضحه واضحه كابتن. الله يعافيك. الله يعافيك حياك. كابتن محمد عبد الكريم تفضل. كابتن محمد القحطاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. كابتن محمد, تتكلم في البداية عن المدرب ونجاحه مع الفئات السنية. نعم. وبعض الأسباب اللي إنه الكابتن أو المدرب ما يعتمد أنه لازم ينجح مع الفئات السنية, لكن للأسف يعني من واقع تجربة الأندية تضغط على المدرب. وما تكلمت في النقطة هذه, يعني لابد أن نعطي. تكلمت كابتن محمد, قلت أنا, قلت الإدارات تضغط على المدربين, هذه أول كلمة قلتها. دائما هذا الجانب اللي هو الإداري اللي يدخلك في الخانة رقم اثنين, يمكن أنت ما سمعتني. صحيح يا كابتن, شكرا جزيلا لك, يعطيك العافيه. الله يسعدك. الله يسعدك. حلك. اوكي اذا كان نرجع حق اسئلتكم, اذا ما كان في اسئله يا اخوان. توفيق يقول اذا كان من حولك, من حولك من ادارات, إذا كان من حولك, من حولك من إدارات ومساعدك لاعب سابق فقط. يعني شنو كابتن توفيق؟ يعني قصدك أن المساعد بس لاعب سابق ما عنده شهادة تقصد, أو أن المدير مثلا ما عنده شهادة إدارة؟ ما أدري شنو سؤالك, بس إذا أنت كنت تقصد يا ليت توضح لي بس. ها إذا كان السؤال مو بهالطريقة, يعني يمكن تقصد شيء ثاني. إذا تقصد المساعد فقط أنه لاعب سابق ما عنده شهادة, هذا في قصور بالنسبة لي أنا من وجهة نظري. علم وعمل لاعب سابق بالعكس هذا شيء إضافي, هذا شيء جيد أنه يكون من ضمن المنظومة الرياضية ومن المنظومة التدريبية, ولكن ترتبط بالعلم اللي هو الشهادة التدريبية. تفضل كابتن سعد. أهلا وسهلا, حيها الصوت. الله يخليك, تسلم لي, بارك الله فيك. حياك الله. العفو كابتن, بالنسبة لمسألة النجاح, إذا أريد نتكلم على مسألة النجاح. واضح واضح كابتن سعد. واضح الحين؟ في مشكلة بالمايك عندك. صوتك مو واضح ترى. لحظة. الحين؟ لو تركب سماعة أفضل. ما بسمع يعني أتكلم. ما أدري, مو واضح, صار فيه شوية خرخشة. تكلم هيك كابتن سعد, الحين أفضل. أشوف كابتن سعد وياي. اسمعني. إيه. تكلم. تفضل كابتن سعد. أمرني. أتمنى على بسمة النجاح. النجاح وخصوصا في مرحلة الفئات العمرية. نعم. اسمعني كابتن. اسمعك. طيب النجاح, يعني إذا نقدر نخلي النجاح كمعادلة, النجاح يقابلها مجموعة عوامل, يعني من أهم العوامل اللي هي مسألة القابليات الفردية, زائدا مسألة التحضير, زائدا مسألة الجهود المبذولة
زائدا مسألة الرغبة. يعني هذين الأربع عوامل تتفاعل بيناتهم يلا أنت تحقق لك النجاح. يعني مثلا لو أنت ما ممكن تكون ناجح لو فقط أنه أنت عندك قابليات فقط من دون التحضير، ولا أنت راح تكون ناجح بس عندك مثلا التحضير وزائدا القابليات بدون الرغبة وبدون الجهود. واضح كابتن هاي النقاش؟ صحيح كابتن، انا اتفق معك، بس انا اشوف توضح عشان اوضح لك موضوع النجاح اللي انا ذكرته. راح يكون في قصور اذا احنا فكرنا في النتائج. في قصور في شنو؟ في عمليه التحقيق. في المراحل السنيه الاولى اذا فكرت بالنتيجه راح تعمل قصور كبير حتى على اللاعبين، على 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 حساب اللاعبين الموجودين اللي يتمرنون الصغار، هو جاي اللي يلعب فما راح يلعب اذا انت تفكر بالنتيجه. صحيح احسنت. هذا يعني بشكل مختصر انا اتفق معك يا كابتن سعد، ودائما تضيف. الله يخليك حبيبي كابتن، في نقطة مهمة أنت ذكرتها، ترى مسألة التركيز على مسألة النتائج ومسألة الفوز أيضا تنطي آثار سلبية بالنسبة للاعبين. أولا هذا راح يخلق ناحية القلق بالنسبة للاعب، واحد. اثنين راح تخلق حالة من عدم الثقة بالنفس. عرفت شلون؟ اثنين. الشيء الثالث يعني عدم القدرة، يعني ما قلنا عدم الثقة وبعدين القلق وبعدين يعني دائما تخليه تحت ضغط انت باللاعب. صح اتفق معك. هذا الفوز يفترض خصوصا بمساله الفئات العمريه وان مساله الترتيب مالتك في جدول الترتيب هذا مو مهم بقدر ما انت تشتغل على مساله تحسين اللاعبين، تحسين القدرات مالتهم وتحسين القابليات الذهنيه مالتهم، وتهيئ لاعب يكون جاهز. هذا الكلام كابتن سعد انا اتفق معاه في الفئات العمريه المطلوب فيها النتائج اللي هي 19-17 سنه. هني ممكن انا اعمل عمليه اللي انت قاعد تقوله بس التركيز على 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 المركز. اما المراحل السنيه الاولى ايضا فيها دوري مع الاسف في الدول العربيه. صحيح. هذه مشكله قاعد دخلك في معمعه التكتيك اكثر من تحسين الأداء والتأسيس. أيوه بالضبط صحيح كلامك صح. هو يحتاج يا كابتن، يحتاج العقلية شوية تتغير. المنظومة كاملة تحتاج إلى تغيير. صحيح صح. شكرا لك. حبيبي هلا. تفضل كابتن معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي مكون من يقطع صوتك كابتن معاذ، مو واضح. ما في صوت كابتن معاذ، ما في صوت. ما في صوت كابتن معاذ، مو قاعد اسمعك. كابتن معاذ تسمعني ولا لا؟ كابتن معاذ تفضل. صوت راح. كابتن سمير تسمعني؟ هل صوت؟ انا اسمعك يا محمد. اوكي بس ثلاث دقائق عشان اوكي. كابتن معاذ تفضل. صوت واضح الان؟ صوتك واضح بشكل سريع لان بندش بالمحاضره الثانيه. تفضل. انا سؤالي من شقين. الشق الاول
بالنسبة للمدرب في الفئة العمرية. الجهاز المعاون أحيانا يواجه صعوبة مع الجهاز المعاون. هل إذا الجهاز المعاون غير كفء ويلاقي دعم من الإدارة، هل أنا أفصله عن اللاعبين؟ كيف 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 ممكن أفصل الجهاز الفني المعاون عن اللاعبين؟ أنا أتكلم من جانب أخلاقي ومن جانب من عدة جوانب. هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل تدريب فئة البراعم سن 14 سنة يعني تقريبا 80 لاعب، هل شيء طيب أو شيء خاطئ؟ 80 لاعب؟ 80 لاعب، نعم 80 لاعب. أي ملعب يجينهم كابتن؟ 80، نعم. ممكن أنت تقسمهم يعني تقسمهم مجموعات جروبات؟ أي 80، نعم. تقسمون إلى مجامع اسمعني كابتن. نعم إلى مجامع. نعم إلى مجامع. والمجامع على أيام، يعني مش مجامع، إذا تقدر المجامع إلى أربع مجامع زائد اليوم في فترتين، فترة يعني لمدة ساعة إذا فئات عمرية صغيرة، لمدة ساعة تمرين كافي مش ساعتين. الساعة فيها نعم. فيها نعم. نعم. واليوم الثاني في مجموعتين، هذه أربع مجامع. نعم. فيوم وترك يكون في مجموعتين، ممكن أنت تقسمها بهذه الطريقة. هذا مقترح يعني، والأمر يرجع لك أنت كمدرب طبعا. نعم. بالنسبة للشق الأول، الشق الأول ممكن كنت تجلس مع المدير الفني أو المدير الإداري وتوضح له المشكلة اللي حصلت من هذا المدرب، لأن أنتوا كجهاز فني لابد إنه يكون بينكم انسجام. أنت راح توصل أمر للاعبين، لا يصير في بينكم أنتوا خلاف واضح بالنسبة للاعب، فما راح يكون في عملية واضحة للتعليم، فيصير في مشكلة. الخلاف يصير واضح. ما سمعتك كيف معاد شنو؟ الخلاف ما يصير واضح. الخلاف مش واضح. الخلاف صوتك يقطع كابتن معاد، مو قاعد اسمعك. الخلاف بين المدرب والجهاز الفني المعاون غير واضح، لكن المدرب يريد يفصل اللاعبين عن الجهاز الفني المعاون. ما يخالف، انت الحين اذا بتفصل اللاعبين عن الجهاز الفني المساعد، شنو دورهم؟ نعم. في الملعب دور من بالضبط؟ دور الجهاز المعاون معاك، المساعدين، شنو دورهم معاك؟ يعني تقنين عملهم، تقنين انت يعني بالنسبه للفئات العمريه. انزين، شلون بتقلل عملهم والعدد 80 لاعب؟ ما راح تقدر. انت راح تدرب 80 لاعب بروحك؟ أخلاقية اللاعب ممكن تتعطل، يعني ممكن تصير سيئة. إذا المشكلة إذا بالنسبة لهم هم يعني على قولتك بتفصلهم عن الفريق، أنت هني تطلب من الإدارة أنهم يبعدونهم عنك كجهاز فني، يعني أنت ما تبيهم من ضمن الجهاز، بس ما يكونوا من ضمن الجهاز، ما يكونوا من ضمن الجهاز كمدربين معاك، كمدربين مساعدين معاك، وتبعدهم عن الفريق، ما يصير. انتوا كجهاز فني كامل، كانك تدش تقول مثلا انا عندي مشكله في مدرب الحراس، مثلا ها عندي مشكله في مدرب الحراس، نعم، شلون راح تبعد عن الحراس؟ ما يدرب الحراس يعني؟ يعني ممكن اهمش دوره نوعا ما. لا ما ادري، يعني انا اشوفها ان ما يكون من ضمن الجهاز افضل من ان انت تهمشه وهو من ضمن الجهاز. كلامك صحيح، لكن هو يلاقي دعم من الإدارة، بس في مشكلة قاعد تسبب للفريق، صح؟ بس بالفئات العمرية الأمور هذه ما تكون واضحة. راح تكون واضحة، راح يبين عليكم في الملعب إن في شيء واضح بينكم بين بعض، راح يصير شيء واضح. أنا ما بيطيل في الموضوع كابتن معاذ، أنا بترك المجال لكابتن سمير لأنه عنده محاضرة، فما نبي نطول يعني اكثر من الوقت الفلاني. اذا ممكن في مجال بعد محاضرة كابتن سمير علشان احنا نرد على بعض الاسئله. ماشي كابتن معاذ؟ اوكي طيب، ماشي اوكي، تفضل كابتن سمير، عندك الكلمه وعندك المحاضره. انا اسف على الاطاله.
حبيبي لا محمد الله يعطيك العافية، مسي عليكم أخواني مرة ثانية، وبالعكس محاضرة صراحة قيمة وفيها معلومات كلنا استفدنا منها. العافية كابتن محمد. أنا اليوم أنا بتكلم عن كيفية التعامل مع حراس مرمى كرة القدم، يعني من البراعم لغاية الناشئين والشباب. ان المدربين يهتمون في مركز حراسة المرمى. طبعا اليوم طبعا انا نسيت اعرفكم على نفسي، معكم اخوكم سمير دشتي بن عبد العزيز دشتي، مدرب حراس منتخب الكويت الاول. طبعا انا تدرجت من البراعم لغايه منتخب الاول في تقريبا 4 سنوات طافت، محاضر في الاتحاد الكويتي والفيفا، حاصل على سنة برور مدربين 2019 ومستوى الثالث ودورة اللياقة البدنية. طبعا عندي بالإضافة إلى ورش العمل والدورات للبراعم. طبعا ذاك يوم أنا تكلمت عن المراحل التدريب حراس المرمى، بس أنا بعيدها لكم بشكل سريع. مراحل التدريب الحراس المرمى، طبعا في حياة الحارس المرمى 4 أجزاء. طبعا الجزء الأول هو عملية اكتشاف حارس المرمى، تكون من الفئة أنت عندك من تقريبا ساعات 5 سنوات 4 سنوات إلى 10 سنوات، كل دولة يختلف فيها التصنيف. طبعا هنا عندنا اليوم من فئة البراع من 6 إلى 9 سنوات، تعليم المهارة عن طريق التشويق من غير مجهود. طبعا نتكلم عن تعليم المهارة، هي مهارة مثلا مسك الكرة، رمي الكرة، التمركز، اللعب، يعني السلام، حسن السلام والتسليم، دخول حارس المرمى مع اللاعبين في طبعا وضع المربع، استحواذ، هذه الأشياء كلها في البداية. عندي 2 هي التأسيس. هني شوية يكون مدرب الحراس عليه مسؤولية كبيرة في تأسيس حارس المرمى. طبعا كباتن هذا الكلام يعني مو موجه لمدربين الحراس، بالعكس هذا المدراء الفنيين أو المدرب، لأن احنا يمكن نعرف أن أغلب الأندية في الوطن العربي بشكل عام في غلة في مدربين الحراس. يعني هذه معلومات أنا بسيطة، أنا ما راح يعني أطول عليكم، تقريبا نص ساعة أو أقل راح بس أعطيكم معلومات في كيفية التعامل مع حارس المرمى. عندنا البداية هو الاكتشاف، رقم 2 التأسيس. طبعا التأسيس يكون في فئة الأشبال من 12 سنة إلى 15 سنة، يكون في جانب مهاري وجانب بدني تدريجي، مش جانب بدني تعطيه جميع العناصر، لا، ما بدني تدريجي، يعني حبة حبة على حسب العمر. يعني اللي تعطيه حق 12 سنة مو مثل اللي تعطيه حق 15، يفرق في سن البلوغ وفي هذه الأشياء. إحنا مهمة لنا على أساس إن التكوين العضلي أو الجسماني لا يتأثر في الحمل الزايد اللي عليه. طبعاً هم هني رقم 2 التأسيس، ندش في تكتيك. هني عندك الفئتين 12 وتحت 15 أو تحت 14، اللي عندك أنت المشاركة في المباريات أو دوري أو المهرجانات. رقم 3 طبعا هنا عندنا فئه الاشبال والثانيه تمارين بدن بتكرار التمارين مع التغيير بشكل شوي. شنو يعني في تكرار التمارين؟ التمرين اللي تعطيه اي مهاره تعطيه لازم تكررها، لان هذا العمر دائما يكون في يعني نسيان، ينسى اللي تعطيه، فلازم تذكير والتكرار مع تغيير بشكل التمرين. عندنا رقم 3 هو التطوير. المرحلة رقم 3 هي التطوير، هي تكون في فئة الشباب من 16 فما فوق لغاية 19 سنة.
تطوير مستوى التمارين بالجانب البدني والتكتيكي. يعني الجانب البدني تعطيه يعني شوي تهتم أكثر في الجانب البدني اللي هو الحين في مستوى التطوير. هذا يعني هم من هذه الـ تحتاج إلى مستوى بدني عالي أعلى شوية، لأن خلاص الحين هو تعدى مرحلة البلوغ وفيك جانب التكوين الجسماني، الحين خلاص في كتل عضلية قاعد تطلع له، فأنت لازم توزع الجانب البدني عليه. المرحلة الأخيرة في مراحل تدريب حارس المرمى هي المحافظة على مستوى التطلع. كل هذا اللي أنت عملته أنت هنا تخصص في حراسة الفريق الأول، تتكلم عن الحارس الفريق الأول أو المنتخب الأول، هنا شلون تحافظ على المستوى. أنت الحين اكتشفت أسست طورت، الحين لازم توصل مرحلة اللي هي مستوى التطوير، تحافظ على المستوى. ولا نتوقع بأن هذه المرحلة سهلة، لا بالعكس، هذا المستوى فيها الجانب البدني، شوف تطبق جميع العناصر البدنية للمحافظة على المستوى. زين الحين أنت يعني إذا أنت تشوف شنو، يعني دائما هذا السؤال يعني كابتن سمير، شنو يعني أهم مرحلة من هالأربعة؟ أنا أقول لك الأربع مراحل هي مهمة، لأن هي تيت بالتدريج. إذا أنت ما اكتشفت الحارس المرمى، ما قدرت يعني تيب حارس المرمى مثلا مميز ذكي صاحب بنية، حتى لو تأسسه لو تطوره في فريق الأول رقم أربعة ما راح يكمل. فأنا أقول لك من لك تنشاف لغاية المحافظة، هذه أهم أربع مراحل في حياته حارس المرمى. طبعاً عندنا إحنا خصائص المرحلة العمرية، من خلينا نتكلم عن البضاعة، من 6 أو 7 سنوات لغاية 12 سنة. رقم واحد هي المتعة والتشويق أساس التدريبات. يعني أنت لما تيجي بالحارس عمره 17 سنة، فشوف هي الرغبة، إذا ما عنده رغبة حارس المرمى بأنه يكون حارس ترى ما راح يكمل معك، لأن إحنا ندري إن مركز الحراسة غير مرغوب فيه، وندرى ما تلاقي حارس مرمى، وهذه وايد ناس أو وايد حارس يعانون منها، ما في حارس، ما في ندرة في حراسة المرمى. طبعا عامل التشويق هذا مهم، المتعة شلون أنت تخلي الحارس يحب هذا المركز، دائما التشويق، دائما تعطي اللعبات المصقرة له، المشاركة مع الفريق، يعني لا تقلب اللعبة الجماعية إلى لعبة فردية. دائما حارس المرمى يعني لا تأخذ فترة طويلة وتخليه بعيد عن اللاعبين ربعة أو مساعدين المدربين معه، خليه يشارك، يعني خليه يتمتع في كرة القدم، خليه يتشوق. إذا أنت دائما تقدر تعطيه وتركز عليه في المهارات، صدقني ما راح يكمل معك، أو أي إصابة أو أي تمرين في مجهود بدني يمكن راح يهرب منك أو ما راح يرجع لك. فأنت المتعة والتشويق هذا الأساس. رقم 2 هو التعاطف الدائم مع الحارس، التعامل معه دائما، خل تعاملك على الصورة رقم 1 و2 حق محمد الفيلتشاوي. طبعا هذا يعني وايد عجبتني، لأن فعلا التعاطف الدائم مع الحارس أو اللاعب أو تخلي يقرب على اللعبة، وليس لشخصك، لا خلي يقرب حق اللعبة، حق النادي، خلي يصير ينتمي للنادي، خلي يحب هذا المكان، فراح تشوف أنه هو يلحقك، مش أنت تلحقه، هو دام حب المكان هو اللي راح يركض وراك. رقم 3 شدة التدريبات تكون منخفضة، يعني الجانب البدني بهذا العمر خلى يعني شيء بسيط دون الوصول للتعب وقياس نبضات القلب. يعني دائما أي مجهود تعطيه دائما نبضات القلب، بدون ساعة بدون شيء حط يدك على قلبه وراح تشوف نبضات القلب. يعني دائما ورا كل تمرين لازم تشيك عليه. طبعا هنا أنا شدة التدريبات تكون منخفضة، هذا أمر ضروري في هذا العمر، لا تعطي بدني، ما في تعليم بدني، كله جانب تعليمي، تعليم المهارة فقط. رقم 4 هي مشاركة الحراس مع اللاعبين في أغلب التدريبات خاصة الاستحواذ. يعني حتى العمر من 6 إلى 12 سنة أي يا مدرب أي تدريب عندك فيه استحواذ خلي الحارس يشارك، خلي يحب العمل الجماعي يكون معه، خلي يتعلم على السلام والتسليم، التمركز، حتى يعني في منطقة 6 ياردة 18 ياردة، هني هذا ضروري مكان الحارس المرمى. طبعا تنوع تدريبات القضاء على الملعب، يعني على المدرب الحراس، أو إذا ما كان موجود مدرب حراس لازم المدرب المسؤول أو المدير الفني يعمل تنوع
في التدريبات الغضاء على الملل لا تعمل، لأن الحين اللاعب سواء طفل أو من الشباب هو متابع ترى جيد لك في تويتر في جميع التواصل الاجتماعي ويقدر يعرف التمارين. فلما نيك يقول لك كابتن ترى ملينا كل يوم نفس التمرين، فأعرف أنه أنت قاعد تمشي على النمط يعني لازم تغير، حتى اللعبات مسقرة تعمل تمارين تشويق المنافسات هذه ضرورية. إدخال أدوات تدريبية متنوعة مثل بالونات الألوان العصي الكرات الصغيرة، هذه الأشياء الأغماء هذه الأشياء ترى هم مشوقة للاعب أو للحارس. التواصل مع أولياء الأمور دائما، طبعا التواصل لازم تعرف حالته النفسية الاجتماعية الدراسية، هذا أمر ضروري كونك أنت معاه، كونك أنت جزء لا يتجزأ من تربية الحارس، لأن الحارس راح يقعد عندك من 3 إلى 4 ساعات تقريبا لو ساعتين، فأنت جزء مهم بالنسبة له، أنت شوفك غدوة، فدائما تتواصل مع أولياء الأمور في حدود طبعا أساس تعرف ما هي الأولويات، شنو الحارس يحب، شنو يكره، هل أنه متنمر دائما، هل عنده مشاكل نفسية، هذا الأشياء أنا أهتم فيها. عندنا إحنا شباب كبار نسب توزيع الأحمال والمهارات على حارس المرمى، عندنا من السبع إلى ثمان سنوات، طبعا هذا يكون سن صغير جدا. التدريب التخصصي لا يتجاوز تخصصي لحراس المرمى لا يتجاوز 25% خلال الأسبوع، يعني أنا قلتها قبل شوي لا 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 يعني لا تخلي الحارس معك مثلا التمرين ساعة، لا تخلي الساعة الأربع معك وربع ساعة لا خلها عكس، خلها تيجي تعلم المهارة وتعلم المهارة والتكرار والتمركز فقط، مدة إذا تمرين ساعة مدة 25 ساعة وباقي الوقت يكون مع المدرب في تقسيمة مسقرة مع الاستحواذ لو في تسديد بسيط، هذا كله يكون مع المدرب، يعني على المدرب ان لا يخلي الحارس مع مدربه اكثر من 25% او 25 دقيقه خلال اليوم او الاسبوع. رقم 2 من 8 عاد الحين كل نصعد سنه يزيد التخصص مع مدرب حراس، يعني العام انا 25% معاي لا هالسنه 30 يرتفع اكثر. من 9 إلى 11 طبعا شباب يكون 50%، شوف احنا صعدنا من 9 إلى 11 خلاص احنا يصير عندنا تركيز في يعني تجهيز حارس المرمى اكثر، يكون مع الحارس مع مدرب الحراس من هالعمر نص الوقت مع المدرب الحراس والنص الثاني مع المدير الفني، طبعا يكون اتفاق او وضع برنامج وآلية للعمل. عندنا من 11 إلى 12 سنة خلاص أنت الحين دشيت في مهرجانات أو دشيت في دوري أو دشيت في مسابقات، هنا يحتاج الحارس إلى مدرب الحراس أكثر من 11 إلى 12 سنة. طبعا تخصص لا يتجاوز 70%، يكون 70% مع مدرب الحراس و 30% معك أنت يا مدير الفني. طبعا هي تحتاجه للكرات العرضية المشتركة مع اللاعبين، الاستحواذ، التقسيمة المسقرة أو تقسيمة 11 في 11 أنت على برنامجك على طريقة برنامجك. عندنا هنا توزيع عناصر اللياقة خلال برنامج تدريبي، أنا أتكلم لكم شباب عن أو كبارات عن البراعم، أغلب الوقت أو أغلب الأشياء اللي يحتاجها التحمل، مثلا اللاعب تشوف التحمل اللي عندنا من 0 لغاية 3.5، شوف نسبة بسيطة هي التحمل، طبعا تحمل الجري بالكرة أو بدون كرة، يعني إحنا أكثر شيء جري بالكرة يعني في مربعات أو في ثلث الملعب نحتاجه، هذه النسبة أنا بينتها لكم. عندنا قوة الجسم، طبعا ماكو أثقال ماكو أشياء، من قوة الجسم تعتمد على تمارين قوة الجسم، هي تقريبا 2 من 3.5. الكوردينيشن اللي هو التوافق، احنا دائما نهتم في التوافق، دائما يكون مع التوافق مع كره مع مهاره تقدر تعطي مسك الكره، هذا نشوف مرتفع عندنا ارتفاع تقريبا لغايه 3 أو 9 احنا نزيد. عندنا الرشاقه، اجيليتي الرشاقه مهمه ايضا،
وعندنا المرونة أهم مهمة. طبعا أغلب تدريبات تنفذ مع طريقة التشويق والمتعب مع لعبة تقدر تسوي في أشياء يعني تتفنن فيها. طبعا يعني كباتن أنا ما أقدر أشرح وأطول عليكم لأن هذا أنا أحتاج دورة يعني حق الحراس حق المدربين حراس المرمى من يومين إلى ثلاثة أيام، بس أنا قاعد أختصرها لكم. هنا عندنا توزيع طبعا المهارة خلال برنامج تدريبي، هذا طبعا كله لمدة أسبوع. شوف عندنا البوزيشن التمركز الصحيح مع مواقف لعب، أنا هنا وايد أحتاجها. يعني شلون تعلم الحارس التمركز الجيد، التمركز مواقف اللعب مع الكرات الثابتة، هني أنا أحتاجها. همن أحتاج شوف 5 من 6 أحتاج التكنيك مسك الكرة هي الدبليو، بعد شوية راح أعطيكم صور. هني همن 5 مع البوزيشن هني أنا أهتم فيها كثير. المسك طريقة مسك الكرة هي السكوب اللي هي الكرة الأرضية شلون المسك، همن 3 من 6 الكوب اللي هي ويا نص الجسم مسك الكرة هم نحتاجها. عندي الباص حسن السلام والتسليم مع رمي الكرة بالقدم أو باليد، هذه أنا وايد فيها من أهتم فيها للبراعم. هذا على المدربين سواء عندك أو ما عندك لازم تهتم بهذا الجانب، هم مع التشويق والمتعة وتحسين الصورة أمام اللاعب. يعني لا تخلي ينضغط وايد، لا تخلي مجهود بدني اكثر من انه يجي يتمتع مع اصحابه. طبعا هذا نموذج اعداد اسبوعي وتوزيع بعض الاحمال. طبعا انا هني طبعا في احمال القوه والتحمل والسرعه والتوافق والرشاقه التوازن المرونه، هذه شلون انا اوزعها في اسبوع. اذا عندي مباراه يوم السبت يوم الجمعه شلون انا من السبت اعمل أوزع الحمل. طبعاً هذا يعني كباتن للتذكير، الجدول هذا أنا أعمله للبراعم، بس البراعم يوم الاثنين هو المجهود الأقصى، يعني ما أعمل أقصى، أعمل مجهود عالي مجهود متوسط. طبعاً أنا أتكلم حق 15 و16 سنة وما فوق، هذا الجدول متخصص لهم. أما البراعم لا، البراعم نزل متوسط، كله أعطيهم متوسط. فهذا البرنامج إذا تقدر تصوره يعني كمدربين حراس أو تشرحونه لبعض المدربين. طبعاً عندي الاستشفاء يكون على حسب المدير الفني إذا شنو يطلب يوم السبت الجاي وراء المباراة، هل يطلب استشفاء يوم السبت أو يطلب راحة تامة، هذا على حسب المدير الفني وبرنامجه. طبعاً هني تخصص اكثر في توزيع الاحمال، هذا طبعا انا احنا نستعمله للفريق الاول او المنتخب الاول. اذا انا عندي مباراه يوم السبت شلون من يوم الاحد ابلش، او يوم السبت او لا يوم الاحد ابلش توزيع الحمل. هني عندي مثلا شلون اللاعب شلون الحارس المرمى لعب مباراه اللي طافت شلون لعب الريكفري شلون اعمل له سبيد السرعه الاشياء هذه، شوف الاجيليتي فلكسبيليتي الاشياء هذه كلها انا شلون اوزعها. عندي يوم الاثنين اذا ابي ادخل الجيم الخفيف عليه يوم الاثنين شلون يعني اصعد، عندي القوه والتحمل والسرعه، شوف هذا كله توزيع اوزعها اصعد في 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 مدربين يوم واحد يستعمل التحمل والقوة، في مدربين يتحملون يومين ورا بعض، بس أغلبية اللاعبين يعني في الوطن العربي وفي الخليج يمكن ما يتحمل يومين تحمل قوة ورا بعض. فيعني شوف السبيد هنا زاد عندنا قبل مباريات بيوم، هذه الأشياء طبعاً إحنا نأخذها كمدربين من ورش العمل والدورات تصير في الإمارات في قطر في السعودية يعني في أوروبا. يعني إحنا متفقين كمدربين حراس عشان نعمل الجدول او الاعداد البدني للحارس المرمى. طبعا هذا انشاء نفسكم انتم كمدربين، احنا ايضا لنا تخطيط ولنا توزيع الاحمال الاسبوعيه او باليوم او بالاسبوع او بالشهر. طبعا اعطيكم انا السكوب اذا ساعة شلون مسك الكره من الاسفل، مسك الكره من الوسط هي الكوب، هذا الدبليو هذه اهم الاساسيات لحارس المرمى، والتمركز
فأنا بعطيكم إياها بشكل يعني سريع، ما أقدر أفصل لكم إياها لكم لأن راح أحتاج وقت طويل. مراحل التقاط الكرة الأمامية هي W، الكرة الصحيحة. يعني نشوف يمكن هذه الصورة لأكثر انتشار بالمدرب للحراس، شلون يمسك الكرة بالطريقة، ينحني للأمام، شلون يطالع راسه يرفع راسه، هذا التمركز، أشياء بسيطة يعني. شوف رمي الكرة للأمام، طبعا خطوات مسك الكرة، خطوة للأمام، عكس الرجل اليمين عكس اليسار للتوازن، رمي الكرة بشكل طولي، العرض أفقي يعني بشكل أعلى. هذا دائما احنا هني التقاط الكرة الأمامية الأرضية مع الارتماء، عندنا احنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى استقبال الكرة، مسك الكرة، الارتماء للأمام. طبعا التقاط الكرات المتدحرجة الجانبية هي الانسيابية، قطع الكرة خطوة. دائما أنا إذا أبي أعمل قطع الكرة دائما أستعمل الرجل اليمين أو اليسار، خطوة جانبية بعدين الارتماء بطريقة الانسيابية ومسك الكرة. يعني هذا كلها هنا عندنا التمركز الجيد لأكثر المساحات قطور على الحارس. شلون نتعلم الحارس شلون يعني وين أكثر شيء؟ يعني عندنا رقم 4 ورقم 5 هي أكثر الأماكن خطورة في التسديد، لأن الجول يصير يعني بالنسبة للاعب يعني توسع للاعب، كل ما راح على الأطراف يكون في ضيق في تسخير الزوايا عليه. طبعا هنا شلون نتعلم الحارس المرمى هو صغير شلون يتمركز. إذا تقعد تصورونها عندي أنا التمركز الجيد لحارس مرمى الكرات الثابتة شلون نتعلمه، أربع تحتاج أربع ثلاث لاعبين. طبعا هذا كله يعني خطوة خطوة تدريجيا نتعلمه، ما يصير تعلمه من أول يوم، لا تدريجيا إحنا نعلم الحارس ونكرر كله تكرار. الصغير حارس البراعم أو الناشئ يحتاج إلى تكرار، تعليم وتكرار وتطويق عليه. التمركز الجيد لحارس المرمى في الضربات الركنية على حسب المدير الفني شنو خطته، يلعب زون لاعب بلاعب، الأشياء هذه دائما إحنا نحطها في عين الاعتبار. شوف نموذج البرنامج الفني لحارس المرمى، أنت عندك كمدرب حراس لازم يكون عندك نموذج برنامج تتفق مع المدير الفني، وطبعا المدير الفني لكن لازم يكون مطلع على مدرب حراس في كل خطوة من بداية لنهاية الموسم، كل خطوة يعملها مدرب حراس على المدير الفني، لأنه هو المسؤول الأول والأخير على النتائج، على المستوى الحراس، على كل شيء. فهني هدف التدريب، عناصر لياقة الحصة تحطها، شرح التدريب تشرح له، والتعليمات هني تقدمها للحرة أول شيء للمدير الفني، بعدين تقدمها للحراس عشان الحارس يعرف اليوم شنو عنده أو أسبوع كامل شنو عنده. طبعا جدول شهري تقييم أداء حارس المرمى، يعني تقدر تقيم الحارس وتقدمها للمدير الفني. هذه بعض الأشياء المهمة اللي احنا نهتم فيها كمدربين الحراس، وتخلي المدير الفني مطلع أول بأول على كل نقطة، على كل شيء. ما تخلي يعني تفاجئ المدرب والله في مباريات ما قدم مستوى، تيجي تقول له والله ما كان زين الأسبوع اللي طاف في الكرات، ارجاع الكرات او استعمال الغدم او لا، لازم تشرح له، تشرح المدرب بشكل تفصيلي لانه هو المسؤول. انا اكرر الجدول الشهري لتقييم اداء حارس المرمى في المباريات الرسميه، يعني انت بتقدمه حق المدير الفني، حق مجلس الاداره، حق يعني تعمل حق موسم كامل، حق المدرب اللي من بعدك. هذا تقريبا طريقه وجدول الشهري تقييم اداء حارس المرمى. إذا تبون تصورون أو بعدين تبون ندزل أدز لكم عن طريق محمد أنا حاضر. طبعاً هذا يعني آخر شيء أقدر أقدمه لكم، يعني أنا أحتاج طبعاً يوم أو يومين للتفصيلي لأن عندي نظري وعملي ميداني، فالله يعطيكم العافية. فما أبي أطول عليكم، أنا قلت لكم نص ساعة إلى 20 دقيقة، هذا اللي أقدر أشرح لكم. وفي إذا في أي سؤال أي شيء المايك عندك محمد. مشكور يا كابتن سمير على محاضرة. طبعا احنا حبينا ندمج اليوم يعني بين مبادئ التدريب وبين تدريب الحراس، قلنا لأهميتها ولأصلا هما كتيم واحد،
فمشكور كابتن سمير على المعلومات اللي ذكرتها، جدا كانت قيمة، وبنترك المجال للأخوان بالأسئلة. يمكن يكون السؤال للأخوان مشترك، احنا ما حبينا نطول على كابتن سمير، فالسؤال إذا موجه لي أو لكابتن سمير احنا حاضرين لأي سؤال. تفضل يا أبو شعيب، طولنا عليك. السلام عليكم أبو صالح. وعليكم السلام، هلا كابتننا ومحاضرنا. أمس عليك وعلى الإخوان كلهم، كابتن كابتن المدرب حراس ما شاء الله. يعطيك العافية، يعطيك العافية كابتن. سمح لي أبو صالح، ترى الكلام أنا أعرفك في دورة محاضرين، قلبك وسع، خلي قلبك وسع معي وأعطيني وقت الله يخليك لنا. الموضوع أنا أحب يتناول على حسب يعني العنوان. إحنا لما جاء العنوان جاءنا مبادئ التدريب، صح؟ تفضل. بتسمعني زين أبو صالح؟ إيه واضح صوتك، تفضل بشايف قول اللي عندك. الله يوضح. إيه أوكي، باختصار ترى المبادئ التدريب لما وصلتني أنا كمدرب، يعني وأنت تفضلت أبو صالح قلت للإخوان المبتدئين، وإحنا نحترمهم الزملاء في العمل، وإحنا كنا مبتدئين وكل سيرورة الحياتية هذه، يجي مدرب وروح مدرب وهكذا. أوكي، مبادئ التدريب كابتن تحولت إلى الفريق الأول، يعني دخلنا في استراتيجية ودخلنا في التكتيك، ما فيش مشكل. التكتيك والتكنيك والمهارة صراحة على حساب مبادئ التدريب، تعريفها غير. بالنسبة للتكنيك ما تفضل الإخوان، هو تعريف يعني عام معروف، ندرب بدون منافس، ونجيبوا المهارة وتحويل هذه المهارة مع المنافس والوقت والمساحة، اسمها سبيس تايم يعني بالفرنسية سباسيو تامبوري. أوكي، لما نعلمهم، انت قلت لي سؤال طرحته ابو صالح، قلت ما هو التكتيك؟ فالتكتيك اللي نعرفه لازم نعرف المرحله التي نتكلم عليها. اذا كنا في الصغار ما نقولوش مجموعه تحركات، هذه الكبار. فالتكتيك احنا في الكبار نقول عندما يتحرك النظام، هذا تعريف بسيط. التكتيك عندما يتحرك النظام، والنظام معروف هو تمركز اللاعبين كما تفضلت ابو صالح انت، تمركز اللاعبين في الملعب، مثلا ثلاث مهاجمين او مهاجم واحد او هذا النظام. لكن عندما يتحرك النظام نتحدث عن التكتيك، والتكتيك هو اهداف الكبار اللي تتبين انت مجموعه تحركات فرديه او جماعيه دفاعيه وهجوميه، وهو جزء او اداه لتحقيق استراتيجيه. غادي نرجعوا للاستراتيجيه، الصغار ما فيهم استراتيجيه. هناك استراتيجيه ديال تطوير الاداء او تحسين على حسب المراحل، هل هي تاسيس، هل هي تعليم، هل هي من قبل التكوين، هل هي تكوين. هنا تختلف الاستراتيجيه على المدى البعيد. لكن الاستراتيجيه اللي تكلمنا بمفهوم فريق اول ترى استراتيجيه غير اللي تكلمت عليها. لما نجلس مع الاداره هذاك تحديد الهدف، شنو عاوزين. انت مدرب لما تعاقد مع النادي كتقول لي الهدف، الاستراتيجيه لا. هناك استراتيجيه عامه تحطها مع النادي، وهناك استراتيجيه للمباراه التي هي عباره عن شنو. استراتيجيه عباره عن خطط، مجموعه خطط. انت سمعت لما قلت استراتيجيه عامه وخاصه؟ انا سمعتك، بس شوف سمعتك وفهمتك ابو صالح، خلي غير صدرك وسيع. انا اعرفك انت ما شاء الله عليك، يعني مش مجامله، انت من الناس اللي يتقبلون الراي والراي الاخر. طبعا احنا عاوزين نستفيد جماعه، مستقلين من حاش لله انت فوق الراس، فاهمك يا كلهم فوق راسي. تولي اضافه بس، صوتك راح ابو شعيب، كمل. كابتن في صوت؟ لا. وش عيب؟ كابتن ما في صوت. ظهر فصل عنده. طيب على ما يرجع ينفصل عنده. تفضل كابتن سعد. حبيبي كابتن. تفضل يا حبيبي. مشكور على الجهود المبذولة، ومشكور الكابتن على الجهد اللي بذله في التحضير لهذه المحاضرة. حبيت أذكر
الطاقم أخل عنها أو نساها أو إنه فيما يخص التحضير، يعني الجدول اللي عمله بالنسبة للتحضير البدني والتحضير التكتيكي والتحضير المهاري، لكن ما أعرف ليش ما ذكر التحضير الذهني والنفسي، خصوصاً أنت تعرف مركز حراسة المرمى دائماً يعني هو آخر لاعب ودائماً الضغوط هو اللي يتحملها، خصوصاً بالنسبة إذا تكلم على الحراسة الأهداف ضدهم. أيضاً ثانية أيضاً يعني ما لاحظت مسألة الاختبارات بالنسبة لحراسة المرمى، يعني انت تضعف القوه عند الحارس وانت تشتغل عليها وترسخها في البرنامج التدريبي مالتك، وهذا ما لاحظته ايضا ما طرق للكابتن يعني بالنسبه لمساله الاختبارات اللي تشمل طبعا الاختبارات الحركيه والاختبارات البدنيه وايضا المهاريه وايضا في اختبارات نفسيه تتعلق بالموضوع. نعم كابتن. صحيح كابتن. عندك كابتن سمير. الله يعطيك العافية كابتن. لا بالعكس، أنا التحضير الذهني هذا مهم جدا بالنسبة لي، أنا دائما أتعامل مع التحضير الذهني تقريبا قبل المباراة في 3 أيام، إذا كانت سواء كانت مباراة يعني مباراة قوية أو مباراة يعني ضد فريق مثلا درجة الأولى أو درجة الثانية، وهذا أنا أهتم فيه جدا. أنا مرة يعني أحد مبارياتنا منتخب الكويت الأول في تصفيات كأس العالم أمام الأردن، أنا تعاملت مع حارس المرمى تقريبا مدة أسبوع ذهنيا فقط، لأن مباراتنا كانت في الأردن تحت ضغط جماهير وكان يعني وضعنا في منتخب الأول الكويت كان وضع جدا صعب وحساس، فبالعكس تعاملت معه بالجانب الذهني وقدرنا أن يعني وكان نجم المباراة. صدقني الجانب الذهني هذا مهم جدا. أما مشكلة أما الاختبارات مهمة طبعا لنا، احنا دائما نعمل قياسات نفسكم، لأني أنا ما يهمني ترى الجري ولا لا، أنا يهمني الاختبارات في الكتل العضلية، القياسات الكتل العضلية لحارس المرمى. فأنا نهتم إحنا نهتم في مدرب الحراس جد يعني في الجانب الذهني والاختبارات نهتم فيهم بالعكس، بس يمكن أنا ما حطيتها لأن فعلا أنا ما تطرقت لها لأني أحتاج وقت لتفصيل المعلومات هذه. والله يعطيك العافية. ننتقل حق انا ما ادري ودي اخلي ابو شعيب بعد شوي اذا دخل على يكمل سؤاله او اضافته، بالعكس اضافته جدا يعني مفيده، بس نكمل بالاسئله من اخ محمد عادل. تفضل كابتن. سامعني كابتن؟ تفضل كابتن محمد اسمعك. بسال كابتن سمير، النقاط التركيز على الناشئ من العناصر البدنية في سن الناشئ مش البراعم، وإيه المتطلبات التكتيكية في سن الناشئين برضو؟ الله يعطيك العافية كابتن. شوف توزيع العناصر البدنية هي دائما تكون تدريجيا، يعني مثلا 12 سنة إلى 13 إلى 5 من 12 إلى 15 في يكون في فروقات بينهم، هي البنية الجسدية، السرعة، ردة الفعل. فأنت الحارس اللي يحتاج تغوية مثلاً بعمر 12 مش نفس التمارين اللي تعطيه حق عمر 15، لأن بينهم في فترة بلوغ، وإحنا دائماً نخاف على فروق فردية. نعم في فروق، هذه فروق الفردية على حسب حجم الحارس، طولة، العرض، الوزن، الكتل اللي عنده. أما الجانب التكتيكي تتكلم عن جانب تكتيكي، انت هنا دخلت في المنافسات، دخلت في المنافسات طبعا عامل تكتيكي هم مهم. التكتيك هنا خلاص انت لازم تهيئ خطط بطريقه الخطط، طريقه اللعب، بناء الهجمه من الخلف، هذه كلها. انا اذكر في المانيا كان عندنا معسكر لعبنا تقريبا مع 4 أو 5 فرق الناشئين، كلهم نفس الخطه يلعبون الارجاع الكره لحارس المرمى وبناء الهجمه من الخلف. ليش؟ هذه مباراة ودية يعودون حارس مرمى بناء الهجمة من الخلف من عمر 12 لغاية 15 سنة، يعملونه يركزون عليه هذه المهمة أساس خلاص يتعدى فوق 15 سنة يتعدى هذا الشيء. كابتن عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام.
طبعا يا كابتن هناك مشكلة أنا أعتبرها وكل وتواجه كل المدربين يعني مشكلة تعتبر جوهرية اللي هي تحول طبعا العمر يأثر على التصرف وعلى التكوين البدني والهرمونات للاعب طبعا هذه تأثر عليه في الأداء وفي حتى أحيانا ينقطع على التمارين هذا مو سؤالي إنه أنا كمدرب كيف أقدر أتعامل مع اللاعب وأتقلب على هذه الحالة أنه أحيانا يصير فيه دروب لو تكلمنا عن مستوى الحراس فالحارس يعتبر نص الفريق إذا صار فيه دروب على لاعب أنت معتمد عليه وطبعا أنها تكوين رباني ما نقدر نغير أو نبدل فيه فأنا أسأل كيف التعامل مع هذه المشكلة كيف أنا أقدر أقضي بحلول بديلة لهذا الموضوع شكرا لك شكرا لك محمد لك سؤال لي أنا جاوب عليه عندك سؤال أوكي يقول كيف أتعامل أنت فهمت سؤال شوف فترة التكوين الجسماني هذه طبعا فترة تكون خطرة على اللاعب أنت بإمكانك هنا أنك تنهي اللاعب إذا ما كان عندك أنت أعداد أو إحصائيات أو حسبة معينة في كيفية التعامل معه يعني أنا شخصيا دائما أتعامل مع الدكتور أو الأخصائي الطبي اللي معانا والجهاز الطبي ما أعمل له تمارين قوة ما أعمل تمارين ترغغ أو توقف النمو أو توقف الغضاريف هذه طبعا عندنا إحنا نواجه مشكلة يعني أنا تقريبا عنده تقريبا فترة البلوغ هذه 4 شهور هذه خطرة جدا فأنت أنا أفضل أنك تتعامل مع الجهاز الطبي في كيفية عمل تمارين أو تنسيق معهم أنت الكابتن يحيى تفضل السلام عليكم أبو صالح أبو شعيب أنت متنكر شوف لا شوف عندي ابني توي جهز التدريب ما شاء الله هو بعيد من نكمل نقطتك كابتن وصلنا هذا واحد كمل كابتن الله يحفظك ان شاء الله كابتن انا قلت لك بان الموضوع الاول باختصار كان على مبادئ التدريب يعني انا بشعيب عقب ما تخلص راح ابين لك شنو ما في مشكله جزاك الله خير وضح لي انا دخلت التوضيح عشان الاستفاده بالعكس لكن اسمعني زين ابو صالح خلي صدرك خلي صدرك وسع معايا لان صوتك قاعد يقطع مو قاعد اسمعك عدل تسمعني الحين اوكي ايه تفضل ولا انا الموضوع مهم جدا مبادئ الزملاء ديالنا من البراعم بالفئات السنيه بمرحلتها قبل التكوين ومبادئ لا في مشكله بالمايك مش عيب في مشكله بالمايك تسمع لا انا قطع عندي يقطع في مشكله بالمايك عندك مش عارف الحين تسمعني زين الحين كذي زين اوكي ان شاء الله نتمنى يستمر معايا هكذا بالنسبه للصغار والفئات السنيه ما قبل تكون تكوين فريق اول يعني ما يقطع يقطع ترى سؤال واضح محمد لك سؤال ايه اوكي بوشعيب السلام عليكم معاي بوشعيب معاك اسمع يعني انا بخليك على المايك ما راح اسكر المايك على اساس اوضح لك شنو الهدف من محاضرتي شوف هي كانت فعلا للمدربين المبتدئين انا الهدف من المحاضره هي توضيح المصطلحات حتى المدرب المبتدئ لما تيجي له كلمة تكتيك يصير عنده لبس يقول لك طريقة اللعب 4-4-2 تكتيك الهدف من كلمة مبادئ هي كلمة عامة والتوضيح من خلال المصطلحات اللي يمكن يمكن لاحظت أنا حطيت المصطلحات مع بعض الصور اللي هي الخاصة في التكنيك والمهارة شو الفرق بينهم هذا التوضيح خاصة مصطلح التكتيك والاستراتيجية والأسلوب وطريقة اللعب أنا ما حطيت يمكن الفلسفة لأهداف يمكن ثانية ولكن هذه الأربع مصطلحات اللي هي الأسلوب والطريقة
والاستراتيجية والتشكيلة. دائما يصير في عندنا لبس في بعض المدربين اللي في بدايتهم، لما يوصل للأي وال هني تبدأ شوية مرحلة معرفة لهذه المصطلحات. ولكن كمعلومات عامة لابد أن المدرب في بداية دخوله للتدريب يعرف هذه المصطلحات. هذا الهدف بشكل عام مش عيب. أنا إذا بتكلم بالمبادئ بتدرج مثل أنت ما تفضلت وكلامك كله صحيح مو خطأ، إذا بتكلم بتدرج هذا أحتاج 3 محاضرات 4 محاضرات أني أنا أتكلم على كل فئة على حدة. فهمني بيو مش عيب صح؟ نعم مصالح. وضحت الصورة؟ وضحت الصورة؟ اسمعني زين؟ دقيقة بس اسمعني زين. اسمعك. ايه اسمعك. شوف ابو صالح الله يخليك وانت صدرك وسيع وانا اعرفك ما شاء الله عليك والله مش مجمل والله العظيم. يعني انا متفتح وراقي في الحوار فانت جدا تحملني جدا حبيبي. دقيقة جداً. بس دقيقة بس. انت بديت بمبادئ التدريب ما فيش مشكلة تعرف المبتدئين وتعرفنا حتى احنا لان احنا نتعلم في كل وقت من الحياة. لكن انت سألت سؤال هو الفيصل عندي انا قلت ما هو التكتيك صح؟ صح ابو صالح صح صحيح صحيح. لما انا هذا شوف هذا هو يعني المقصد عندي في المداخله. لما تقول تكتيك وانت بديتي بالتكنيك والمهاره على ان التكنيك هو تعلم مختلف المهارات مثلا تسديد التمرين هذا بدون منافس، وجيت المهاره وقلت استغلال هذا التكنيك مع المنافس ومع الزمن ومع المساحه اوكي. لما نعرف التكتيك ونقول مجموعه تحركات، احنا بنتكلم على الكبار لكن لو الصغار التكتيك هو اكساب يعني تعليم الولد كيف يحول مثلا التمريره من تكنيك او من تكنيك المهاره التكتيك يعني استلمت كره. لما اخذ القرار وتكون عندي رؤيه تعلم انا كولد تعلم نظريا وتطبيقيا كيف ياخذ يرفع راسه وياخذ فكره على الملعب ويمر بينيه، هنا تحولت التمريره الى تكتيك. فهذه يخص الصغار. اما الكبار التكتيك هو مجموعه تحركات او هو كما يقولوا ببساطه كما تفضلت قبل يقول لك هو تحرك النظام. انت وضعت نظام معين التكتيك هنا ما ندخلوش لان كما تفضلت انت يحتاج وقت كبير. فاحنا كنا غاديين معاك على اساس مبادئ التدريب وتحولنا لمبادئ اللعب هجوميا ودفاعيا والتحول بمعنى التحول ديال يعني من الهجوم الدفاع ومن الدفاع الهجوم. هنا بدينا في مبادئ اللعب. هذا هو الخلط اللي وقع عندي انا فانت وضحته جزاك الله خير. وياك يا ابو شعيب يا حبيبي شكرا على الاضافه. وبالعكس دائما دائما تثرينا في اضافاتك. حبيت نقول الكابتن الحراس المرمى جزاه الله خير محاضره طيبه. غير انا في الحين حاليا في واش هو يوافقني الراي الاسم ديال حارس المرمى تحول الى لاعب مرمى عشان اعطوه حقه. لان حارس المرمى مهضوم الحق جدا صحيح. مهضوم لا في تدريب المنفرد وحده ولا فهو لاعب مرمى صحيح كلام. وهذا هدفنا يمكن انا كررته ابو شعيب ان دمجنا بين المصطلحات وبين المبادئ الاولى وبين المدرب الحراس لان لاهميته صح. لان اللي بيدخل في مجال التدريب لابد انه يعلم ويعرف التعاون بين المدرب وبين مدرب الحراس. مدرب الحراس هذا الهدف صح. صح. هذا الهدف الرئيسي صح. من صح. وجود صح. المحاضره صح. مشتركه في نفس اليوم صح. وشكرا لك يا ابو شعيب صح. شكرا لكم كان شكرا. تفضل كابتن معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. انا عندي سؤال للكابتن سمير. تفضل. بالفئات العمريه مثلا انا عندي بالفئات العمريه عندي حارس قصير القامه لكن عنده امكانيات عاليه وعندي حارس طويل القامه لكن امكانياته عاديه، هل انا اشجع الحارس الطويل مقارنه بالحارس القصير لانه هذا نموه ممتاز او العكس؟ والحارس القصير القامه هل ممكن اننا اشجعه على مركز اخر غير حراسه المرمى اذا شفت انه نموه غير طبيعي؟ هذا سؤالي. نعم كابتن. شوف كابتن الفئات العمريه الحارس القصير يمكن لما ما راح يتعدى اكثر من 18 سنه لما ينتقل الفريق الاول راح ينصدم بان الفريق الاول ما راح يحتاجه، لان احنا عندنا حارس المرمى اول شيء اللي يجذبك في حارس المرمى هي البنيه الجسديه. فإذا ما كان عنده بنية جسدية صدقني في المراحل السنية راح تستفيد منه، لكن في الفريق الأول صدقني صعبة. وأنا هذه من باب
تجربة. سنة 99 أنا عملت مع حراسة اثنين، والقصير الغامة كان حارس مميز والكل يتمنى بفريقه، وعندي حارس كان طويل الغامة كان مستواه عادي. الحين ما شاء الله الحارس طويل الغامة في منتخب الكويت الأول، الحارس القصير الغامة صار أوتسايد. ليش؟ إن البنية الجسدية هي الأساس لحارس المرمى. فأنت أو مدرب الحراس يقدر يعمل مع الاثنين، ويقدر يقعد يعمل خطة معينة للحارس اللي رفع مستواه. هذا هو. وصدقني مع التكرار مع التمارين وضع آلية معينة أو وضع تمارين مناسبة للحراس، صدقني راح يرتفع مستواهم هم الاثنين. ولكن بالنهاية الاختيار للي طويل الغامة. أما إنك تتشجع حق لعبة ثانية، أو إن أنا أغلب الحراس اللي عندي الإقصار اتجهوا إلى لعب الصالات، وحاليا ما شاء الله أشوفهم أنا هم يمتون المنتخبات اللعب شواطئ قاعد يلعبون يعني ما قطعوا. بس أنا أقول لك كبداية عند المرحلة الاكتشاف إيه هي مرحلة ضرورية إنك تختار الحارس الطويل الغامة. أو في الحين هم في بعض البلدان يعني أنا مثل في بعض البلدان يعملون الفحص إنه يشوفون هذا بعد 4-5 سنوات شنو جسمه، هل هو راح يصير طويل أو قصير. عندهم الجهاز الطبي، عندهم أجهزة وعندهم فحوصات يعني أشياء ما أنا ما أتذكرها، بس يعني يعرفون ويتنبؤون بأن هذا الحارس راح ولا. أنا أفضل طويل الغامة. الله يعطيك العافية. أسلوب اللعب كابتن حامد فهد، في أسلوب اللعب ما المقصود باللعب المباشر والغير المباشر؟ اللعب المباشر هو اللعب التمرير الطويلة، والغير مباشر هو التمرير القصير ويدخل في البناء من الخلف من حارس المرمى. إذا في سؤال آخر، هذا طبعا باختصار شديد. إذا في أسئلة يا أخوان قبل لا نختم المحاضرة. طيب طبعا أشكركم أنا وكابتن سمير دشتي وعلى تفاعلكم وعلى تواجدكم، مشكورين جميعا. إن شاء الله القادم في الأسبوع القادم يوم الخميس راح يكون عندنا الإعداد الذهني لمحاضر على كانو، إن شاء الله راح تكون في الإعداد الذهني. هذه من المحاضرات المهمة للمدربين، وراح تكون إن شاء الله في نفس المنصة منصة الزوم، وراح نرسل لكم الرابط إن شاء الله في الجروب. مشكورين. كابتن سمير كلمة قبل الختام. طبعا كل الشكر لك يا اخوي محمد على تعطيك الفرصه لي يعني لعمل ورشه العمل، ولو يعني اعطيني يمكن معلومه او معلومتين يستفيدون منهم المدربين، وان شاء الله القادم افضل لنا باذن الله. والله يعطيك العافيه وما قصرت، وكل الشكر لكم اخواني. شكر لك. شكور يا ابو فهد. شكورين يا اخوان. سلام حبيبي. سلام.